طابت أوقاتكم بكل خير سادتي الأكارم، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بلاد الفضائية. تحية لكم مشاهدينا، نبدأ النشرة بأبرز عناوينها. البرلمان يصوت على التغيير الشامل، والعبادي يقدم تشكيلة وزارية تتضمن 16 وزيرا باستثناء وزيري الداخلية والدفاع. القوات الأمنية تدخل مركز قضاء هيت وتقتل مسؤول داعش العسكري لمنطقتي البوشهاب والبوشجل شرقي الرمادي. واشنطن تكشف عن خطة لزيادة عدد قواتها في العراق مع بدء العد التنازلي لانطلاق عملية تحرير الموصل. والأسد يؤكد استعداده إجراء انتخابات مبكرة في حال طلب الشعب السوري ذلك، ويدعو المسلحين للتخلي عن العنف. في تفصيلات هذه النشرة أهلا بكم. بعد مخاض عسير تمثل بالمحادثات السياسية واللقاءات المكثفة، قرر مجلس النواب في جلسة حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراء إصلاح شامل في مؤسسات الدولة، حيث قدم العبادي قائمة التعديل الوزاري التي تضمن 16 وزيرا باستثناء وزيري الداخلية والدفاع على أن يتم التصويت عليها بعد 10 أيام، فيما يتم حسم التغييرات في الهيئات المستقلة والمناصب الأمنية بالوكالة خلال شهر. عمر العامري. في جلسة تاريخية ومرتقبة حضر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى مجلس النواب حاملا معه مشروع التعديل الوزاري. اجتماعات مغلقة عقدها العبادي مع رئاسة البرلمان قبل دخوله إلى قاعة الجلسات. ساعات من الانتظار النيابي ليعلن العبادي دفعة واحدة أمام النواب أنه سلم رئيس البرلمان سليم الجبوري قائمة بأسماء الوزراء الجدد تضم 16 وزيرا باستثناء وزيري الدفاع والداخلية. وأمام اليوم هذه التشكيلة، تشكيلة وزارية كاملة، أنا ما أتجاوز أحد ولا أتقاطع مع الكتل، أتركها لرئاسة هيئة مجلس النواب وللكتل السياسية لمناقشتها. هذه تشكيلة جاهزة بتغيير الوزارات ودمج بعضها. التشكيلة التي أطرحها أو التي طرحتها تتشكل من 16 وزير فيها ترشيق، وهي تحترم المكونات. أنا أحترم الدستور العراقي وألتزم بالدستور العراقي باحترام مكونات الشعب العراقي، وألتزم بتمثيل هذه المكونات في هذه التشكيلة الحكومية. ربما استثنيت وزارتين فقط، ليس لخصوصية الوزراء، مع احترامي لكل الوزراء، وإنما لخصوصية وزارتين، وزارتي الداخلية وزارة الدفاع، لسبب واضح. لا أريد في هذه المرحلة حرجة من عمليات عسكرية ووضع أمني في محافظاتنا أن أغير الآن. 10 أيام فقط هي المدة التي حددت نيابيا للتصويت على الوزراء الذين رشحهم العبادي إلى البرلمان، فيما تعهد العبادي أمام نواب البرلمان بتغيير جميع رؤساء الهيئات المستقلة في مدة أقصها شهر واحد لا غير، فضلا عن استغنائه عن 100 مدير عام في المؤسسات الحكومية كخطة إصلاحية. امتدادا لتشكيل الوزاري الجديد وعلى هدى مصوغات التغيير ذاتها، سنعمل على إنجاز صفحة تسمية رؤساء الهيئات المستقلة كذلك، لنكمل حلقة المسؤوليات العليا في إدارة الدولة، ونأمل أن نحقق ذلك في غضون 2 أسبوع أو شهر بعون الله تعالى، بالتعاون مع السادة أعضاء مجلس النواب، وكذلك تغيير الوكالات والابتعاد عن التعيينات بالوكالة. هذا التزام، هذا جزء من الحزمة الإصلاحية. المجلس يستأنف عمله ويستمر إلى حين إنهاء قضية الوزارات خلال أسبوعين. عشرة أيام يتعلق الأمر بالوزارات وشهر للهيئات المستقلة.
هذا ورفعت رئاسة البرلمان جلستها حتى السبت المقبل ليسدل الستار عن التعديل الوزاري الذي قيل إنه شبه شامل ومهني على أمل دراسة السير الذاتية من قبل مجلس النواب للأسماء التي رشحها رئيس الوزراء للكابينة الوزارية الجديدة. عمر العمري، قناة بلادي. هذا وكشفت تسريبات من داخل البرلمان عن أسماء المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رئاسة مجلس النواب. خرجت الكابينة الوزارية التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي وسلمها إلى البرلمان ليصوت الأخير على التعديل الوزاري الشامل، حيث وبحسب تسريبات إعلامية فقد رشح العبادي نزار محمد سالم لمنصب وزير النفط، ويوسف علي الأسدي لمنصب وزير النقل، والشريف علي بن الحسين لمنصب وزير الخارجية. ورشح العبادي أيضا عبد الرزاق العيسى لمنصب وزير التعليم العالي، وعلي علاوي لمنصب وزير المالية، وهوشيار رسول أمين لمنصب وزير الإعمار، وحسن الجنابي لمنصب وزير الزراعة والموارد المائية. كما رشح العبادي علي الجبوري لمنصب وزير التربية، وعقيل يوسف لوزارة الثقافة والشباب، ومحمد نصر الله لمنصب وزير العدل، وعلاء دشير لمنصب وزير الكهرباء، فضلا عن وفاء المهداوي لمنصب وزير العمل والهجرة. وكشفت التسريبات أيضا أنه تم دمج وزارتي المالية مع التخطيط، والنقل مع الاتصالات، والعمل مع الهجرة، والزراعة مع الموارد المائية، والشباب مع الثقافة، والصناعة مع التجارة، والإعمار والإسكان مع البلديات. في ظل المطالبات المتصاعدة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ترضي الشارع العراقي، ظهرت متطلبات متكررة بضرورة أن تولي الكتل السياسية اهتماما كبيرا لشمول القيادات الأمنية في الإصلاحات، لا سيما وأن البلاد تمر بأوضاع متوترة. صباح حكيم. على أثر وقع الإصلاحات السياسية التي تنوي الحكومة العراقية تنفيذها، تبرز المطالبات المتكررة بضرورة شمول بعض القيادات الأمنية بحزمة الإصلاحات ليصار لبناء جيش منظم وفق بصيرة قيادية تحقق إنشاء منظومة أمنية مسيطر عليها في عموم المحافظات، وإيقاف الانغماس المتكرر من قبل إرهابيين قادمين من دول بعيدة عن العراق لتفجير أحزمتهم داخل مدن وقصبات لا يدرك طرقها أحيانا ابن المحافظة المصابة بالاختراق. هناك كثير من قيادات المرافق الأمنية في العاصمة بغداد يجب أن يغيروا وأن يبدلوا لوجود ملفات ضدهم كملفات المساءلة والعدالة وملفات اجتثاث البعث وتورط أقاربهم كما أستفد في الكثير من العمليات الإرهابية. القائد العام للقوات المسلحة دكتور حيدر العبادي هو صراحة صاحب المسؤولية الأولى والأخيرة حاليا في هذا الموضوع. المفروض يتنصل أولا الضابط في الجيش أو الشرطة من كل ارتباط حزبي، هذا لازم يكون يوقع عليه كضابط أو كمسؤول في المنظومة الأمنية. قدرة القيادة السياسية الجديدة إن تم الاتفاق عليها في التعامل بجدية مع الملف الأمني سيضمن استقرار البلاد ووأد المخططات الإرهابية التي تنفذ أحيانا من قبل العصابات الإرهابية التي تحاول فك الخناق عن أفرادها المحاصرين وسط نيران المدفعية وضربات القوة الجوية التي لا تنفك عن دك أوكارهم وقتل أعداد كبيرة منهم. قلق في اختيار القيادات وإنشاء العمليات المشتركة، أعتقد العمليات المشتركة قد تكون أقل خطأ من القيادات الموجودة. ماذا عالجوا؟ أيضا هناك تداخلات من القوات الأمنية، ترك الواجب الأمني الرئيسي، الخطر في داعش، الخطر في العصابات الإرهابية، الخطر ليس في الجراجات. ومن المؤشرات المهمة في ضعف المنظومة الأمنية واختراقها المتكرر هو تسييس بعض القيادات العسكرية وامتثالها لأوامر مرجعيتها السياسية بعيدا عن المرجعية العسكرية، ما أضعف الانصهار والانتماء الوطني داخل المؤسسة العسكرية.
وإنما كتب للحكومة العراقية النجاح في مساعيها الإصلاحية السياسية، فقد تتوافر إمكانات متاحة لإحداث تعديلات في المنظومة الأمنية والعسكرية، وبالتالي الحد من الخروقات المتكررة سواء في العاصمة بغداد أو في بقية المحافظات العراقية الأخرى. صباح حكيم، قناة بلادي، بغداد. مشاهدينا، وعن هذه التطورات السياسية ينضم معنا ضيفا عبر الهاتف النائب عن التحالف الوطني حنين القدو. أهلا بك أستاذ حنين. بداية، إذن العبادي أعلن التشكيلة الوزارية الجديدة، كيف تقيمون هذا الإعلان؟ وأيضا هل تتوقعون موافقة مجلس النواب على الوزراء المرشحين خلال المدة المعلنة وهي 10 أيام فقط؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مشاهدي قناة بلادي الفضائية. يعني أعتقد أنه تقديم دكتور حيدر العبادي مجموعة من أسماء بما يتعلق أو ما يسمى بموضوع التعديل الشبه الشامل أو التعديل الشبه الجوهري في الكابينة الوزارية، يعتبر خطوة إيجابية ومتقدمة للخروج من أزمة الحالية التي بدأت تعصف الحقيقة بالوضع الأمني والوضع السياسي وبالحكومة العراقية. وقرر رئاسة مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة من قبل الكتل البرلمانية لدراسة المرشحين، أسماء المرشحين، وتدقيق السير الذاتية الخاصة بهم للتأكد بأنهم يعني يمتلكون الخبرة وكذلك الشهادات الأكاديمية والشهادات العلمية المناسبة، وأيضا أنهم بعيدين عن موضوع المساءلة والعدالة وكذلك يتسمون بالنزاهة والشفافية. وأعتقد أنه خلال الأيام القادمة سوف يتواصل مجلس النواب العراقي جلساته ولدراسة هذه السيرة الذاتية لإنهاء المهمة الموكل إليها، وهو عبارة عن 10 أيام للانتهاء من هذا التعديل والتصويت على الأسماء المقدمة. لكن ربما قد يكون هناك اعتراضات على بعض الشخصيات من بعض الكتل البرلمانية، أو ربما قد تكون هناك كتل برلمانية تطالب بموضوع تحقيق التوازن على الأقل ما بين المكونات العراقية، وهذا قد يشكل عقبة بسيطة. لكن أنا أعتقد أنه بالنهاية سوف ننهي هذا الموضوع وسوف يستطيع مجلس النواب العراقي تجاوز هذه الأزمة. أستاذ حنين، أيضا العبادي أعطى مجلس النواب الأحقية في قبول أو رفض أو تعديل أسماء المرشحين لهذه الوزارات، يعني برأيكم ما هي الآلية التي سيعتمدها مجلس النواب لتقييم سيرة هؤلاء المرشحين؟ يعني أنا ذكرت الحقيقة بأن مجلس النواب العراقي سوف يشكل لجنة من ممثلين عن الكتل البرلمانية المختلفة داخل مجلس النواب العراقي لدراسة هذه السيرة الذاتية، وإذا كان هناك اعتراض من قبل كتلة برلمانية يمكن استبدال هذا الاسم هذا الشخص بمرشح آخر قد يرشحه الكتلة البرلمانية وأيضا أو ربما كتل أخرى. وعلى هذا الأساس أن هناك مرونة كبيرة فيما يتعلق بموضوع الآلية وموضوع القبول أو عدم القبول ومثل ما بالنهاية التصويت. أنا أعتقد أنه هذا الموضوع وهذه الخطوة الإيجابية سوف ينهي هذه الأزمة، وبالتالي سوف نتخلص من موضوع تعديل الشبه الشامل للوزارة للكابينة الوزارية أو شبه الجوهري لشبه الكامل للتعديل الوزاري. طيب، في حال لم يتم التوافق على أحد المرشحين المقدمين، وهذا وارد جدا أستاذ حنين، يعني إلى من سيكون الحق في إعطاء البديل لهذا المرشح المختلف عليه، للعبادي أم لمجلس النواب؟ يعني أنا أعتقد أنه ربما قد يتم رفض بعض الشخصيات من قبل بعض الكتل البرلمانية، لكن هناك مجال وفسحة من المجال أمام هذه الكتل البرلمانية لتقديم أو ترشيح شخصيات أخرى داخل اللجنة التي سوف يتم تشكيلها قريبا ومثل ما التصويت عليها. وهذا بدون شك سوف يكون، يعني هذا الموضوع سوف يكون خاضع أيضا للتوافقات السياسية وللكثير من المناقشات والحوار ما بين كتل البرلمانية، باعتبار أن مجلس النواب العراقي هو الذي سوف يصوت في النهاية على التعديل أو على أسماء الذي تم تقديمها إلى مجلس النواب العراقي. أيضا أستاذ حنين، بالنسبة لمرشحي الهيئات المستقلة وأيضا المناصب الأمنية، هل سيتم حسم هذه المناصب في جلسة واحدة ربما أم في عدة جلسات؟ لا، أنا أعتقد أن هذا الموضوع ربما سوف يأخذ بعض من الوقت، ونحن بحاجة إلى أيضا أن يقدم إلينا مجموعة من السير الذاتية، مجموعة من أسماء المرشحين سواء فيما يتعلق بموضوع وكلاء الوزارات وكذلك المدراء العامين حتى يتم دراستها. وهذا الموضوع بدون شك بحاجة إلى أكثر من شهر المحدد من قبل مجلس النواب العراقي ومن قبل
دولة رئيس الوزراء، وهذا بدون شك سوف يكون أيضا خاضع للمناقشة وللدراسة، وأيضا يعني سوف يحاول مجلس النواب العراقي يعني ربما تحقيق بعض التوازن ما بين مكونات الشعب العراقي، وربما حتى بعض التوازن ما بين الكتل البرلمانية لتمرير هذه الصفقة التي سوف يتم دراستها خلال الأسابيع القادمة. إذن النائب عن التحالف الوطني حنين القدو، كنت معنا مباشرة من بغداد ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك. قرارات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله العبادي مؤخرا من أجل تحقيق الإصلاحات جوبيت بوجهات نظر قللت من فعاليتها. مراقبون وصفوا عمل هذا المجلس بأنه حلقة إضافية معرقلة، كون صلاحياتها تشابه صلاحيات المؤسسات الرقابية الموجودة في البلاد. حسين أحمد. قرارات عدة اتخذت في اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله رئيس الوزراء مؤخرا، من بينها دعم إجراءات منع سفر المسؤولين ممن هم على قيد التحقيق ودعم الأجهزة الرقابية. مختصون أكدوا أن لا جدوى من هذه القرارات والمجلس عموما، والحل بتفعيل المدعين العموميين. الادعاء العام وغيره، وعندنا ديون الرقابة المالية، وعندنا كثير من الأجهزة، فلو طورنا هذه الأجهزة بشكل دقيق وحيدناها من 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 السيطرة للإدارة والجهات المفسدة، لأمكن لهذه الجهات أن تقوم بدور أكثر جدية وأكثر وضوح وأكثر فائدة للمجتمع. عدم تنفيذ أوامر إلقاء القبض على شخصيات أدانها القضاء العراقي وغادرت البلاد برر سابقا بعدم تنفيذ هذه الأوامر من قبل الشرطة الدولية الأنتربول، في وقت يؤكد قانونيون أن السبب هو ضعف أداء التنسيق العراقي من الجهات المختصة. لكل الدول العالمية تلقي القبض واسترجع المجرمين والمتهمين في العالم، إلا أن هناك ضعف لوجود خلل في التعيينات وفي المراكز وفي المعرفة وفي الجهات اللي متصدية لهذا الموضوع. محاسبة الفاسدين داخل حصانتهم الحزبية قد يكون أمرا غير واقعي في ظل وجود المحاصصة وسطوة الكتل السياسية على المشهد، ومن هنا يجب إعادة تنظيم الأدوات الرقابية وإبعادها عن التأثير السياسي بحسب مراقبين. تم تمويع كثير من القضايا، كثير من الكتل حينما يتصل بوابة أقولها المحاسبة إلى أقرب الحلقات يقولون أن هؤلاء شخصيات قيادية لا يجوز محاسبتها، وبالتالي لذلك تجد أن هنالك عملية عرقلة لهذه الإجراءات. جهاز الدولة بشكل كامل هو منخور، هو الفساد معشعش بكل مفاصله، وبالتأكيد ممكن إذا إجا مسؤولين نزيهين وعدهم برنامج صحيح ممكن القضاء على الفساد بشكل عام. ويشير متابعون أن المؤسسات واللجان الرقابية في العراق تشهد تضخما مستمرا في أعدادها وأعداد منتسبيها، في وقت لم يستطع هذا الكم الهائل من المؤسسات إدانة شخصية سياسية متهمة بالفساد إلا بعد خروجها من المنصب أو سفرها من العراق بحجة عدم وجود الأدلة. قرارات المجلس الأعلى لمحاربة الفساد بحسب المختصين والمراقبين تقع بين أمرين، الأول هو تسويف آخر لقضايا الفساد، والثاني إيجاد حلقات روتينية جديدة بنفس صلاحيات مؤسسات حكومية موجودة مسبقا. من بغداد حسين أحمد، قناة بلادي. دخلت القوات الأمنية المشتركة مركز قضاء هيد غربي محافظة الأنبار. قائد قوات الحشد العشائري في ناحية البغدادي مال الله العبيدي قال أن القوات أو قوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة 16 بالجيش والقوات الساندة لها تمكنت من الدخول إلى مركز قضاء هيد، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير الحي الصناعي ومعمل الغاز حتى الآن. وفي سياق متصل، تمكنت القوات الأمنية من قتل المسؤول العسكري بعصابات داعش الإرهابية لمنطقتي البوشهاب والبوشجل شرق الرمادي. محافظ الأنبار صهيب الراوي أعلن عن توفير ممرات للعوائل الناجية من داعش الإرهابي في منطقته غرب الأنبار. وقال الراوي إن القوة الأمنية قامت بتأمين عدة طرق للعوائل التي تحاصرها داعش في هيت، مضيفا أن القوة الأمنية تعمل جاهدة وبشتى الطرق على حفاظ أرواح المدنيين وإنقاذهم، كما بيّن أن القوة الأمنية وبالتعاون مع الحكومة المحلية في المحافظة ستقوم بإعادة العوائل التي نزحت من مناطق سكنها بعد تحرير القضاء بالكامل.
انطلاق عمليات تحرير قضاء هيت من دنس العصابات الإرهابية يمثل مرحلة مهمة في قطع خطوط الإمداد الداعشية، لا سيما وأن هذا القضاء يعتبر نقطة استراتيجية مهمة للقوات الأمنية في فتح الطرق الرابطة ما بين مركز الرمادي وحديثة والبغداد المحاصرتين. عبد الله نوري. قضاء هيت هو الوجهة الحالية للقوات المشتركة من أجل تطهيره من دنس العصابات الإرهابية، حيث يقع هذا القضاء غرب الأنبار ويعتبر نقطة استراتيجية مهمة لخطوط الإمداد الداعشي ما بين شمال العراق وغربه، هذا بالإضافة إلى أنه الأقرب على الحدود السورية التي عادة ما يتسلل خلالها الإرهابيون الأجانب عند دخولهم الأراضي العراقية. طبيعة الحال لمدينة هيت موقع استراتيجي كان على مستوى المحافظة أو على مستوى العراق، لأنها تعتبر نقطة تواصل مع أكثر من محافظة ومدينة، وربما استغلها داعش لإيصال الإمدادات وتخبئة الإمدادات. لذلك اليوم تحرير هيت هو بوابة لتحرير الموصل والمناطق المجاورة. وبحسب القيادات العسكرية في جهاز مكافحة الإرهاب، فإن مدينة هيت تمتلك أهمية كبرى بالنسبة للقوات الأمنية، إذ إن السيطرة على هذه المنطقة يمهد لفتح الطريق الرابط ما بين قاعدة عين الأسد الجوية ومركز مدينة الرمادي، فضلا عن فك الحصار عن مدينتي حديثة والبغدادي اللتين يحاصرهما داعش الإرهابي منذ أكثر من عام. الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة إذ تعتبر رابط ما بين الأنبار وما بين الموصل، كما أن أي تقدم في هذه المرحلة يعتبر خطوة إيجابية في الطريق نحو معركة الموصل الكبرى، هذه المعركة التي ستغير مجرى وضع الإرهاب في العراق والمنطقة وستكون معركة فاصلة. ومن الناحية الجغرافية فإن قضاء هيت يعتبر من الأقضية المعقدة التي تنتشر فيها الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وجود نهر الفرات الذي يمر في وسطه، ما يجعله منطقة كبيرة ومفتوحة أمام فلول الإرهاب، لكن القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة المجاميع الإرهابية حتى تطهير القضاء بالكامل. ويرى معنيون بأن انطلاق عمليات تحرير هيت ستسهم بشكل كبير في قطع الإمدادات الداعشية ما بين غرب الأنبار والموصل، لا سيما وأن العصابات الإرهابية بدأت تستنزف جميع الإمكانات العسكرية في تلك المناطق. من بغداد، عبد الله نوري، بلاد الفضائية. أكدت قيادة عمليات الأنبار أنها ستشرع باستكمال تحرير جزيرة الخالدية شرق مدينة الرمادي بعد تحرير قضاء هيت. قائد العمليات لواء الركن إسماعيل المحلاوي أشار إلى أن القطعات العسكرية المشتركة تتموضع في منطقة البعبد بعد أن فرض سيطرتها عليها. ومن جهة أخرى أوضح المحلاوي أن طيران الجيش دمر 7 أوكار لعصابات داعش الإرهابية وقتلت من فيها بمنطقة أبو علي الجاسم شمال الرمادي ومنطقة البدعج جنوب الفلوجة. شهدت مدينة الرمادي عودة المئات من العوائل التي نزحت منها جراء العمليات الإرهابية التي يقوم بها داعش. مواطنون من جانبهم أشادوا بجهود القوات الأمنية التي ضحت بالغالي والنفيس لتحرير كل أراضي العراق من دنس الإرهاب. محمد الشمري. بعد أن أكملت القوات الأمنية المشتركة تحرير مدينة الرمادي بصورة كاملة، سمحت السلطات الأمنية للعوائل التي تسكن في منطقة حصاب الشرقية وجواب شرقي الرمادي بالرجوع إلى مناطقها بعد تأهيلها وتطبيق إجراءات أمنية على المواطنين الوافدين لئلا يكون بينهم مندسون يتسببون بإرباك الوضع الأمني، حيث تم تدوين أسماء المواطنين العائدين عند السيطرات الأمنية المنتشرة عند مداخل المناطق الرئيسية والطرق. الله يسعدكم، بارك الله بيكم، ونشكر إن شاء الله كل من رجعنا على بيوتاتنا، ونحمد الله ونشكره، نشكر القوات الأمنية إن شاء الله كليتهم، والله يسعدهم والله يهنيهم. وإحنا إن شاء الله هسه بحصاب الشرقية الوضع زين، والعوائل إن شاء الله بدأت ترجع، وإن شاء الله الإرهاب يبقى إن شاء الله مكسور، وإن شاء الله انكسر وما عاد يقدرون على شيء. بلغ عدد العوائل التي دخلت إلى منازلها أكثر من 250 عائلة، حيث عادت الحياة الطبيعية إلى مناطق حصاب الشرقية وجوابة بعد تأمينها من العبوات الناسفة وتأهيل بناها التحتية. هذه المناطق مؤمنة من العبوات الناسفة والطرق فيها مؤمنة، وكذلك تم فحص قسم من الدور من قبل
مكافحة المتفجرات، قامت الحكومة المحلية بإيصال الماء وتشغيل المولدات الأهلية في سبيل إعادة هذه العوائل لهذه المناطق. المواطنون أشادوا بدور القوات الأمنية التي حررت مناطقهم وأعادتهم إلى ديارهم، مؤكدين عن تقديم كافة العون والمساعدة للأجهزة الأمنية بالإضافة إلى رصد ومتابعة التحركات المشبوهة. نشكر القوات الأمنية ونشكر كل العشائر اللي وقفت ضد داعش المجرم الكافر، وإن شاء الله ما له عودة بعد إلى ما يبعثون إن شاء الله، وهذا نهايته، وإحنا نبقى إيد واحدة نقاتله. وبحسب قيادات أمنية فإن عملية إعادة الأهالي إلى مناطقهم ستجري بصورة متتالية ومتعاقبة، تشمل جميع أحياء مدينة الرمادي باستثناء حي الأرامل والبكر والحوز التي لم تتأهل لحد الآن بسبب تأثرها وتضررها بفعل العمليات الحربية. من محافظة الأنبار، محمد الشمري، قناة بلاد الفضائية. نبقى في الأنبار لينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد الشيخ عبد الوهاب سرحان الدليمي، لأحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار المتصدية للإرهاب، ليحدثنا عن ماهية الأوضاع في الأنبار. سيدي الكريم، بداية مرحبا بك. القوات الأمنية المشتركة حسمت معركة تحرير قضاء هيت بوقت قياسي، كيف تقيمون تقدم تلك القوات؟ هل هنالك من حصيلة لديكم لقتل عصابات داعش الإرهابية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكادر قناتكم ولمشاهديكم الكرام. لك التحية. نعم، ألف تحية لكل القوات الأمنية وبكافة صنوفها ولأبناء العشائر وكل من ساهم بتحرير محافظة الأنبار. والقوات الأمنية الآن على تدخل مدينة هيت بعد الانكسارات الكبيرة لداعش الإجرامي ومن انضم مع داعش من كل الجنسيات، سواء من داخل محافظة الأنبار أو من خارجها. قوات الأمنية تدخل مدينة هيت، المدينة الجبارة التي تصل ما بين مركز محافظة الأنبار وقضاء حديثة والمناطق الأخرى المحاصرة. الآن يفك الحصار عن مناطق حديثة والمناطق الأخرى، وكذلك السيطرة التامة على طرق الإمداد لداعش إلى محافظة الأنبار. وإن شاء الله الأيام القليلة القادمة ستشهد تحرير مناطق جزيرة الخالدية وكذلك الفلوجة. هذه آخر مطاف لداعش، وإن شاء الله داعش سيكون مقبرة، الأرض الصحراء العراقية ستكون مقبرة لكل داعشي أتى من داخل أو خارج. إذا ما تحدثنا عن الفلوجة شيخ عبد الوهاب، يعني هل ستتجه بوصلة القوات الأمنية باتجاه الفلوجة؟ بكل تأكيد القوات الأمنية بعد أن تحرر مدينة هيت تصبح القوات الأمنية محررة في أغلب مناطقها، لأنها قد حررت الأجزاء الغربية بالكامل لمحافظة الأنبار، ويصبح تواصل وفتح الطريق باتجاه البغدادي وحديثة، ومن ثم لم يبقى أمام القوات الأمنية سوى مدينة الفلوجة، ومدينة الفلوجة لا تعصى على القوات الأمنية، وإنما هناك عوائل عالقة في مدينة الفلوجة وتم فتح الطرق. نبقى في هذه الموضوع المهمة سيد الكريم، لنبقى في الفلوجة وعن العوائل المحاصرة في داخل الفلوجة، هل تمكنت هذه العوائل من الخروج إلى خارج الفلوجة، خصوصا بعد أن فتحت القوات الأمنية ممرات أمنة لهم؟ هذا هو إجرام داعش، لهذه رسالة لكل من صوت لداعش وبمسميات داعش من ثوار عشائر أو غيرها. هذا إجرام داعش، القوات الأمنية تستقبل وتفتح صدورها وأبناء القوات الأمنية بكافة صنوفها العوائل الموجودة في مدينة فلوجة، لكن هذا هو إجرام داعش، لم يسمح لهذه العوائل بالخروج من مدينة فلوجة، وإن شاء الله القوات الأمنية ستتقدم إلى مدينة فلوجة ويكون تحرير هذه العوائل حالها حال مدينة مركز مدينة الرمادي أو هيت. الفلوجة تحرر إن شاء الله في ظل أسابيع قليلة قادمة. يبقى السؤال الأهم، يعني ما الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان عدم استخدام داعش للمدنيين العزل كدروع بشرية في العمليات العسكرية القادمة؟ القوات الأمنية توخت كل الحذر والحيطة لحماية العوائل الموجودة
في كل مدن محافظة الأنبار. الفلوجة حالها حال مدن الأخرى، تتقدم القوات الأمنية وتعطي الإشارات إلى العوائل بأن تبقى داخل بيوتها، لا تتحرك مع القوات الداعشية. داعش الآن في انكسار وهزيمة، داعش يحاول الفرار من مدينة الفلوجة لكن لن يفلت من قبضة القوات الأمنية وأبناء العشائر. الشيخ عبد الوهاب سرحان الدليمي أحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار المتصدية ضد الإرهاب، متحدثا إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. بدأت العمليات العسكرية الخاصة بتحرير قرية النصر جنوب الموصل. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم قال إن القوات الأمنية استأنفت عملياتها العسكرية بعد توقفها يومين لسوء الأحوال الجوية في المحافظة. وفي السياق ذاته دك طيران التحالف الدولي مناطق الشرقاط والموصل، ما أسفر عن قتل العشرات من عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن تدمير عدد كبير من العجلات التابعة لهم. قتل العشرات من عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في الموصل. بيان لخلية الإعلام الحربي ذكر أن طائرات التحالف الدولي وجهت ضربة جوية في منطقة حمام العليل أسفرت عن مقتل 49 إرهابيا من داعش في الموصل، مضيفا أن من بين القتلى المسؤولين بداعش الإرهابي الأخوين المدعوين ناصر حمادي هزاع ويونس حمادي هزاع. كما أشار إلى أن معلومات استخباراتية دقيقة مكنت الطيران من إصابة الهدف بدقة. توقع قائد القوات الجوية العراقية الفريق الركن الطيار أنور حما أمين أن تكون معركة تحرير الموصل من عصابات داعش الإرهابية صعبة ومعقدة بسبب وجود آلاف المدنيين في المدينة. حما وفي تصريح صحفي أعرب عن ثقته بقدرة القوات العراقية على هزيمة داعش وإعادة الموصل إلى وضعها الطبيعي. معركة الموصل هي معركة معقدة، لأنه الموصل هي مدينة عامرة لحد الآن. من خلال طلعاتنا الاستطلاعية المدينة هي تكتظ بالسكان، مئات الآلاف من البشر ما زالوا موجودين، وسوف يكون نصر بالتأكيد للجانب العراقي. تعتزم واشنطن إرسال قوة عسكرية إلى العراق خلال الأسابيع المقبلة. رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد أوضح أن العسكريين الإضافيين سيشاركون في تعزيز إمكانات القوات العراقية التي تستعد لهجوم كبير على عصابات داعش الإرهابية في الموصل، واضحا أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين والعراقيين يعكفون على دراسة خطة لاستعادة الموصل والمساعدة التي يمكن أن تقدمها القوات الأمريكية. أعرب البنتاغون عن ثقته بقرب هزيمة داعش الإرهابي نتيجة الضربات المتتالية التي يتلقاها في سوريا والعراق. نائب وزير الدفاع الأمريكي روبرت وورد قال أن الجميع واثقون من أن نهاية داعش باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى، كونه يعاني من الإفلاس ماديا وقلة عدد مقاتليه. من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن تنظيم داعش الإرهابي يتعرض الآن لضغوط من جميع الجهات بسبب انحسار رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرته ومقتل العديد من كبار قادته. قتل العشرة من عصابات داعش الإرهابية بقصف لطيران الجيش العراقي جنوب كركوك. مصدر أمني قال إن طيران الجيش استهدف عدة أوكار لداعش الإرهابي في قصبة بشير، ما أسفر عن قتل العشرة منهم، مضيفا أن القصف أدى إلى تدمير عدد كبير من العجلات الملغمة وقتل من فيها. كما لفت إلى أن هذه العمليات جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة مكنت الطيران من إصابة الأهداف بدقة. بعد تردي الواقع المعيشي لهم جراء تأخر رواتبهم، خرج العشرات من موظفي شركة نفط الشمال بتظاهرات سلمية مطالبين بصرف رواتبهم التي لم يتسلموها منذ أشهر. هاني الشيخلي. من أجل لقمة العيش، مظاهرات تتجدد بين وقت وآخر احتجاجا على عدم تسلم موظفي نفط الشمال رواتبهم لشهرين على التوالي. العشرات من منتسبي الشركة في كركوك طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة والأرباح من صادرات شركتهم. الراتب مش راتب، كل شيء تأخر، احنا عندنا إيجارات، عندنا مرضى، عندنا التزامات، كذب العالم، كذب معه العالم.
اليوم لا باكر، اليوم لا باكر، هسه المواجهه يطلع برا كافي. نفط الشمال دائما مظلومه، لا حوافز لا ارباح لا ترقيات لا اي شيء، زين مكافآت ماكو، زين بس نريدوا يساوني بقيه الشركات. ليش دائما فلوسنا دائما العمله التالفه الصغيره؟ زين كلها 250. محتجون قالوا بانهم يحملون كافه الجهات في بغداد واربيل وكذلك اداره الشركه لسوء تعاملها مع موظفيها والتي تكيل بمكيالين. كل الجهات بغداد اقليم كركوك مدير عام كل الشركات كل الجهات نحمل المسؤوليه. يعني مثلا نفط الشمال طول بعرض بس يعتمد على التصدير، وين النفط الرائح للمصفى؟ احنا كنا اصحاب ايجارات، يعني انا من الناس راتب ب 700 ومأجر ب 450، يعني هاي صار شهرين، يعني ذاك الشهر من 10 ايام 15 يوم اخذونا، وهاي كل شهر هيك واستقطاعات حوافز. هسه صار يومين من عرفه واكو مظاهره قاعدين يعطونا على سجل طن اليوم راتب نص راتب حتى يسكتون الموظفين، يعني اكو خلل باداره ما الشركه، وطالب بذات الشركه بالعدل والمساواه بين الموظفين. وبالرغم ان كركوك تحمل في باطنها النفط وعلى سطحها فقر مدقع واحتجاجات على ضروره تحسين ظروفهم المعاشيه، شركه نفط الشمال دخلت على خط التظاهرات لمكافحه الفساد الاداري والمالي فيها. من داخل شركه نفط الشمال هاني الشيخلي، قناه بلادي، كركوك. تعددت الاسباب والموت واحد، ففي العراق حتى وان كان المواطن في منزله فهو مهدد بالموت. عباس وسمية طفلان من محافظة بابل لم يكونا على موعد مع الأجل، فسقوط سقف المنزل عليهما من شدة الأمطار عجل بأجلهما بليلة وضحاها. أحمد عماد. لم تعلم والدة هذين الطفلين أن بقية أطفالها سيموتوا وهم على فراش النوم بعد سقوط سقف المنزل عليهم بسبب شدة هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين. تسبب ذلك بانهيار المنزل في هذه المنطقة الشعبية وسط الحلة، وتسبب أيضا بموت الطفلين. والله طلعت عن البيت أخويا أخذت البنية ورحت، أي خبروني باللي كان أقول وقع البيت توفوا اثنين ولد وبنية. ليش وقع البيت؟ وضعهم تعبان؟ أي وضعهم تعبان، ما عدهم العالم ترحمهم، لا غدا لا عشاء، العالم ترحم عليهم، خاف الله على المختار والمنطقة كلها. شخص ما عنده مادة أنه يشتري قاع أو يملك دار في العراق، كل شيء ما يملك، حتى بالعراق ما يملك أي قطعة أرض. اللي صار هو هذا، اللي صار هو حتى المادية بقت بهذا، توفت أطفال اثنيناتهم وزوجته وهو وابنه بالمستشفى، وقع عليهم. استخبرنا بوجود حادث انهيار في منطقة شارع الري حي الأكراد، وعلى الفور توجهت أربع فرق، تم رفع الأنقاض اللي موجودة في الدار اللي تعرض للهدم. قوة من الدفاع المدني نقلت جثتي الطفلين عباس وسمية إلى الطب العدلي، فيما نقلت بقية المصابين من العائلة إلى مستشفى الحلة الجراحية. أهالي المنطقة يرون الحادث بألم شديد. صعب هذا الحادث اللي وقع، يعني كلش مؤسف، لأن وقع على عائلة فقيرة، أبوهم رجال عامل بالبناية، يوم طفلين توفوا، والأم والأبو والأبو لحد الآن متحطم، والناس فعلا خايفة. حالة من الفقر والعوز تعيشه أغلب هذه العوائل الساكنة بهذا الحي القديم. لا يملك الساكنين مالا كافيا لإسعاف أرواحهم قبل سقوط البيوت المهددة جميعها بالانهيار. العوز والفقر والحرمان طارد الأطفال وهم داخل بيتهم هذا، ففارقوا الحياة بعد أن سقط البيت. حالة الفقر تعيشها هذه المنطقة ومهددة في كل وقت وحين. من منطقة الأكراد في وسط الحلة، أحمد عماد، قناة بلادي. أحلام بسيطة تصدم في الواقع المرير الذي تعيشه قرية الإيشان في محافظة كربلاء المقدسة، على الرغم من الميزانيات الهائلة التي خصصت إلى بناء المدارس في عموم محافظات البلاد، لا تزال بعض القرى تعاني من نقص حاد في المباني المدرسية. في هذه المدرسة دوام ثلاثي، وهو أمر طبيعي في ظل تردي واقع الأبنية المدرسية، لكن الغريب الذي لا يتفق مع أعراف هذه المنطقة الريفية هو وجود دوام لمتوسطة مختلط، مما جعل الطالبات حبيسات صفوفهن حتى نهاية الدوام.
يقول أبناء قرية الإيشان في كربلاء إن بناتهم من الطالبات يبقين في الصفوف ولا يخرجن خشية الاختلاط بالطلبة، وهذه مشكلة تضاف إلى الدوام الثلاثي الذي اختصر وقت الدرس إلى نصف ساعة. أكثر رسوم بهذه المدرسة لأنه ثلاث دوامات، يعني ماكو ساعتين ونص لكل الدروس اللي تعتبر للطالب. اثناء انه القضيه الثانيه احنا يعني اعرافنا وتقاليدنا ما تسمح انه ثلاث دوامات بنات متوسطه يعني محصورات بالصف يبقن مختلط يعني ولد وبنات ثلاث دوامات، وشوف الرسوم بالمدرسه اكثر من لازم. مدرستنا حرم اذيتنا، دوامنا ثلاثي، يعني اتمنى انه يصير دوامنا الثنائي او احادي. الايشان او قريط الخبازه قريه في كربلاء تعد الاكبر من ناحيه السكان بين قرى هذه المدينه المقدسه. مدرسة ابتدائية واحدة بنيت فيها منذ العهد الملكي في خمسينيات القرن الماضي، وبقيت كذلك حتى باتت ابتدائية ومتوسطة في آن واحد وبدوام ثلاثي. اختلاط الجنسين فيه شكل الهاجس الأكبر لأهل القرية. يعني المتوسطة مختلط وهذا ما موجود نهائيا، يمكن 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 أو مدرسة أو اثنين بالعراق يمكن متوسطة مختلطة، وحقيقة حتى يعاني مدير المتوسطة من هاي الحالة. هذه المدرسة بنيت لها في 54 ابتدائية ولحد الآن بدون متوسطة. مشكلتها فيها دوام ثلاثي، فيها ثلاث وكلاء غذائية، أكثر من 750 بطاقة تموينية. وفي قرية الإيشان في كربلاء هدمت البنايات المدرسية القديمة ولم يعاد بناؤها بعد أن زحفت الأزمة المالية للجانب التربوي، والمشكلة ستبقى في هذه القرية بالدوام الثلاثي والمختلط. وحاولنا الدخول للمدرسة لنعزز قول المواطنين بالصورة، لكن إدارة المدرسة وحمايتها منعتنا بحجة التعليمات والإجراءات. لقناة بلاد الفضائية عبد الأمير الكناني، كربلاء المقدسة. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. مقتل وإصابة العشرات بينهم عناصر أمن بانفجار في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا. والجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفان مواقع مرتزقة العدوان السعودي في مأرب بصاروخ باليستي ويقتلون العشرات منهم. لكم تحية مجددا سادتي الأكارم. نفتح الملفات العربية والدولية، إذ أعرب الرئيس السوري بشار الأسد على استعداده لإجراء انتخابات مبكرة إذا أراد الشعب السوري ذلك. وقال الأسد في تصريحات صحفية إن اختيار رئيس الدولة من خلال الانتخابات المباشرة أفضل من انتخابه عبر البرلمان. وشدد الأسد على ضرورة الإبقاء على عدد كاف من الجنود الروس في سوريا لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع إيقافه من دعوة أي قوة عسكرية أجنبية إلى سوريا، وأن استخدام قوات حفظ سلام دولية لسوريا غير منطقي ومستحيل. إلى ذلك نفى الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وجود اتفاق بين موسكو وواشنطن حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وأكد بيسكوف أن بلاده لا تبحث مع أي جهة مسائل تقرير مصير دول، وأن مصير الأسد يحدده السوريون وحدهم، مشيرا إلى أن المشاركة العسكرية في سوريا هدفها قتال التنظيمات الإرهابية ولا علاقة لها بتحديد المستقبل السياسي للبلاد. أشاد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بموقف الجزائر من الأزمة السورية والاهتمام الذي توليه لخروجها من الوضع الذي تمر به. المعلم وعقب لقائه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في العاصمة الجزائرية أكد أن سوريا ستنتصر على الإرهاب وأن تعود إلى دورها في المنطقة والعالم. واستمعت إلى آراء فخامته التي تصدر عن رجل دولة يحب سوريا ويكن لها كل محبة على أمل أن تنتصر على الإرهاب وأن تعود إلى دورها في المنطقة والعالم.
أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تحرير مدينة تدمر الأثرية في سوريا شكل نقلة نوعية في الحرب ضد داعش الإرهابي. زاخاروفا شددت على أنه لا يمكن التمييز بين المعارضات المعتدلة وغير المعتدلة لإشراكها في مفاوضات جنيف. والانتصار على المجموعات الإرهابية كان واضح بوضوح الشمس، لكن الغرب لحد الآن لم يعترف بذلك ولا يريد أن يعترف بذلك. أكثر ممكنا لأطراف الأزمة السورية لمشاركتها في هذه المفاوضات، ولا يمكن التمييز بين المعارضات المعتدلة وغير المعتدلة. أكد المرصد السوري المعارض مقتل المساعد الأول الإرهابي أبو بكر البغدادي بغارة للتحالف الدولي على أطراف مدينة رقة السورية. المرصد أوضح أن ما يدعى بأبي الهيجاء التونسي الذي أرسله زعيم عصابات داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي من العراق ليشرف على العمليات العسكرية في ريف حلب الشمالي الشرقي قتل في غارة للتحالف الدولي. إعادة توطين اللاجئين السوريين في أوروبا تواجه رفضا من قبل بعض دول الاتحاد وسط غليان شعبي من قبل اللاجئين الذين انتقدوا المجتمع الدولي حول غياب فرص حل الأزمة التي يواجهونها، فيما تعهدت الأمم المتحدة بتقديم كافة المساعدات الإنسانية لهم. فشلت الأمم المتحدة عبر مؤتمر جنيف في إقناع المجتمع الدولي بإعادة توطين نحو نصف مليون لاجئ سوري من بين 4 ملايين يعيشون في دول الجوار خلال 3 سنوات. بينما لم يتعهد الاتحاد الأوروبي باستقبال لاجئين جدد، تعهدت بعض الدول فقط بتسهيل التأشيرات للعائلات الراغبة في لم الشمل. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثناء افتتاح المؤتمر الذي نظمته المنظمة الدولية في جنيف إلى إعادة توطين 480,000 سوري على الأقل. أما المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس فقد حث دول الاتحاد الأوروبي على استقبال مزيد من اللاجئين السوريين المقيمين بتركيا. للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزام بإعادة توطين ما تبقى من مخطط يشمل 18,000 سوري، وهذا غير كاف. أحث الدول الأعضاء بإعادة توطين أعداد أكبر، لهذا اقترحنا استخدام 54,000 يشملها المخطط الأوروبي لنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء لاستيعاب لاجئين سوريين من تركيا بشكل مباشر. في المقابل كشف مستشار المبعوث الدولي لسوريا يان إغلاند أنه بحلول شهر نيسان سنحصل على إذن لدخول المناطق المحاصرة في سوريا، مؤكدا أن المنظمة ستتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية المناطق المحاصرة عن طريق الجو. أمل أن نتمكن من دخولها. لقد تحدثت فقط عن المناطق المحاصرة، ليس هناك ضوء أخضر بالنسبة إلى هذه البلدات، وهناك 15 بلدة لدينا ضوء أخضر لدخولها. هذا ونظم أكثر من 1500 لاجئ مسيرة إلى مقر المفوضية الأوروبية وسط أثينا احتجاجا على الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا الرامي إلى منع تدفق اللاجئين. محمد فاضل، بلاد الفضائية. والآن مشاهدينا ينضم معنا عبر سكايب رئيس منظمة سوريانا السورية نجيب حاج بكري. بداية أهلا بك أستاذ نجيب. الأسد أكد مؤخرا استعداده لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأيضا إشراك قوى المعارضة في هذه الحكومة، كيف تقرؤون المستقبل السوري في ظل كل هذه المتغيرات الكبيرة على الساحة السياسية والميدانية أيضا؟ تفضل. أسعد الله مساءكم من دمشق، في الألاف المشاهدين قناة بلادي. تفضل. طبعا نحن ننظر للانتخابات أو نعتذر لرداءة الصوت. قتل 4 من رجال الشرطة وأصيب 14 آخرين بانفجار بمدينة بكر جنوب شرق تركيا. وقالت المصادر أن الانفجار وقع عند مرور سيارة تابعة للشرطة التركية قرب محطة للحافلات في مدينة ديار بكر. وأشارت المصادر أن التفجير لم تعرف طبيعته سواء إذا كان
سيارة ملغمة أو عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق. إلى ذلك، كشف أحد إرهابي داعش والملقب بأبي أيوب الأنصاري عن وجود تعاون وثيق بين التنظيم الإرهابي والجيش والمخابرات التركيين على الحدود السورية. الأنصاري وفي مقابلة تلفزيونية اعترف بأن متاجرة داعش بالنفط تتم بمساعدة كبيرة من الجانب التركي. كنا أيضا نشوف سيارات تركية، فبعدنا كنا بالبداية كنا نعرف أنه فقط مدنيين يصادرون هذا الشيء، يعني يشترون هذه الآبار، لكن هي كمية هائلة، يعني ما أظن أنه هذا شيء يستطيع يعتمد كله على المدنيين، يعني يباع كله على المدنيين، لأنه أشياء شيء باهظ، يعني شيء هائل كبير جدا. فلذلك اكتشفنا أنه هذا يباع على تركيا، كانت تدخل سيارات تركية وكانت تدخل من مخابرات تركية، وأكثر اللي يعملون بهذا الشيء أتراك، يعني عناصر أتراك، عناصر من التنظيم أتراك. ألقت السلطات التركية القبض على البارسلان شيليك الذي تبنى قتل قائد قاذفة سو-24 الروسية التي أسقطتها أنقرة في سماء سوريا في تشرين الثاني الماضي. وذكرت وسائل إعلام تركية أن شيليك اعتقل إلى جانب 14 شخصا آخرين في مدينة أزمير التركية. وسبق لموسكو أن طالبت أنقرة بملاحقة قتلة الطيار الروسي أوليغ بيسكوف الذي قتل بنيران مسلحين من الأرض عندما كان يهبط بواسطة مظلته. إذن نعود من جديد مشاهدينا إلى سوريا، وعبر سكايب ينضم معنا نجيب حاج بكري رئيس منظمة سوريانا السورية. من جديد أهلا بك أستاذ نجيب، كنت قد سألتك قبل قليل، الأسد أكد استعداده لإجراء انتخابات مبكرة في سوريا وأيضا إشراك قوى المعارضة في هذه الحكومة، كيف تقرؤون المستقبل السوري في ظل كل هذه التطورات السياسية والميدانية أيضا؟ تفضل. أسعد الله مسائك ومساء شعبنا العراق ومشاهدي بلادي. أهلا بك. أقول بأن ما يجري الدولة السورية لا تعول كثيرا على ما يقال، وموضوع جنيف نحن دائما نتحدث أن كل ما يحل هو يحل داخل سوريا. الرئيس الأسد تحدث منذ فترة عن موضوع الانتخابات، لكن نحن ما هي شكل المعارضة التي ممكن أن نجلس إلى جانبها؟ ما زال إلى الآن هناك وفود عدة، ولم تسمى إلى الآن، حتى الشيخ دمستورة لم يسمى هؤلاء بوفود. ما زال يقول أن هناك منصة موسكو، هناك منصة القاهرة، هناك منصة الرياض. المشكلة أن هناك في سوريا معارضات وليست معارضة واحدة، والمشكلة هناك أيضا بأن ما يجري في سوريا أو ما يسمى المعارضات، إلى الآن نحن نريد معارضة تكون ذات أجندة وطنية وليست ذات أجندة أمريكية أو ما شابه. رئيس الأسد عندما أشار إلى هذا الموضوع، نحن نريد معارضة منبثقة من الشعب السوري تحمل تطلعات الشعب السوري، لا تطلعات الغرب وجهات إقليمية وتركية أو صاحبة أفكار إيديولوجية وطائفية وما شابه من ذلك. إذا شكرا. نعم. نعتذر لرداءة الصوت من المصدر عبر سكايب، كنت معنا نجيب حاج بكري رئيس منظمة سوريانا السورية، شكرا جزيلا لك. شدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على ضرورة تأمين المزيد من المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين. باسيل وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، قال إن على عودة السوريين إلى بلادهم ستعزز الثقة بين الأطراف المتنازعة. إعادة إعمار سوريا هو عنصر يجب أن يكون أساسيا، ويساهم تعاون مع عودة اللاجئين السوريين في تنفيذ الخطة السياسية التي تركز على الحل السياسي في سوريا. نحن نعتقد أن برامج المساعدات الإنسانية التي ترمي لمساعدة اللاجئين يجب أن يكون إضافة لبرامج التنمية طويلة الأمد. من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده قدمت مساعدات عسكرية للجيش اللبناني، وهو يترجم هذه المساعدات بالوقوف بوجه داعش الإرهابي وحماية لبنان من التهديدات الخارجية. لبنان عضو مهم في الجبهة الأمامية لمكافحة الإرهاب، ونحن مسرورون بالتعاون مع الحكومة اللبنانية. إضافة إلى ذلك، سنعمل على تطبيق مقررات مؤتمر إغاثة اللاجئين
الذي انعقد في لندن قبل بضعة أسابيع والمتعلق أيضا باللاجئين السوريين في لبنان. تناقشت مع رئيس الحكومة تمام سلام كيف يمكن تنفيذ هذه المقررات في الأسابيع المقبلة. قتل العشرات من مرتزقة العدوان السعودي بصاروخ باليستي أطلقته القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان على تجمعاتهم في محافظة مأرب. وذكر مصدر عسكري أن صاروخ الباليستي نوع قاهر واحد استهدف معسكر نخلة في محافظة مأرب، ما أسفر عن قتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان. إلى ذلك تمكن الجيش واللجان من إحراز تقدم كبير في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب مكبدين العدوان السعودية خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. استشهد عشرات اليمنيين بغارة جوية لطيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظة تعز. مصادر ميدانية قالت أن غارة للعدوان السعودي استهدفت مجمعا سكنيا بمنطقة الأخلود في محافظة تعز، ما أسفر عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة العشرات. المصدر أضاف أن طيران العدوان شن 3 غارات على المدينة السكنية في مدينة المخا موقعا عددا من الشهداء والجرحى. نظمت عدد من مدارس العاصمة اليمنية صنعاء وقفات طلابية للتنديد باستمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وذلك بعد مرور أكثر من عام عليه، وسط دعوات بتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال اليمنيين من المجازر الدموية. بمناسبة مرور عام على العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، نظمت عدد من المدارس في مديريات محافظة صنعاء وقفات طلابية للتنديد باستمرار العدوان والحصار، والبداية من مديرية جيحانة بخولان الطيال، حيث نظم طلاب وطالبات مدرسة النجاح وقفة للتنديد بجرائم العدوان واستمرار الصمت عنها بحضور مدير المديرية ومدير مكتب التربية والتعليم. إننا في هذه اللحظات من مدرسة حسن الروني بني حشيش نحتج وندين ونقف ضد هذا العدوان الغاشم. ووقفنا هذه الوقفة في ذكرى عام من التضحيات، عام من الصمود، عام من الاستبسال. كما قام مدير مديرية جيحانة بمعية الشخصيات التربوية بافتتاح معرض لجرائم العدوان، والذي عمل على إعداده قسم الأنشطة بمكتب التربية والتعليم في المديرية، وحوى على صور فوتوغرافية ورسومات تشكيلية أظهرت في جوانبها بشاعة الإجرام الذي تعرض له الشعب اليمني. إننا من هذا المقام التربوي نرسل رسائل إلى العدوان السعودي الغاشم، السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا وعلى يمننا الحبيب وعلى شعبنا العظيم، نرسل له رسالة بأننا صامدون. وفيما العدوان الأمريكي السعودي يتخطى عامه الإجرامي باستمرار عدوانه، فإن ذلك وبكل تأكيد لن يقابل إلا بمواصلة التحرك وبذل المزيد من الجهود، وهذا ما أكد عليه الجانب التربوي في مديريات محافظة صنعاء. أصيب عنصران من الأمن التونسي بكمين نصبه مسلحون لدورية أمنية بمنطقة جبلية في ولاية القصرين غربي البلاد. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن مجموعة إرهابية أطلقت النار على سيارة كان يستقلها 3 من عناصر الأمن في طريق فريان الجبلية، ما أدى لإصابة 3 منهم. وأضاف البيان أن القوات تعاملت بسرعة مع المجموعة المهاجمة واعتقلت 8 منهم. المؤتمر الدولي الخامس لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان الذي عقد في بيروت طلب بتشكيل فريق عمل مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشأن متابعة قضية تجريد المواطنين البحرينيين من جنسياتهم وإبعادهم قسريا عن وطنهم في المؤسسات الدولية وإدانة انتهاكات النظام ضد المدنيين. عقدت الجلستان الثانية والثالثة للمؤتمر الدولي الخامس لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان في العاصمة اللبنانية بيروت. سحب الجنسية وترحيل المواطنين والتمييز ومختلف أنواع الانتهاكات التي تمارس في البحرين كانت محور كلام الحاضرين، حيث طالب المشاركون المجتمع الدولي بالضغط على المنامة من أجل تحسين الأوضاع الحقوقية في البحرين. مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان
أكد في كلمة مصورة أن تردي الأوضاع الحقوقية في البحرين لم يعد بحاجة إلى برهان واستدلال. كل الاستنتاجات التي استنبطها فقهاء القانون حول توظيف هذا القانون، أي قانون، أي المادة 165 من قانون العقوبات البحريني، أنه يستخدم في الغالب إما لمعاقبة المعارضين أو لتخويف الآخرين وتحذيرهم بصورة غير مباشرة من المخاطر المرتبطة بانتقاد الحكومة. من جهته توجه المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش بسؤال لوزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة حول مدى جرأته بكشف أرقام تعيين المواطنين الشيعة في المنظومة الأمنية. آخر تشكيلة حكومية بلغت فيها نسبة الشيعة في الوزارات السيادية 0%، بينما كانت نسبة العائلة الحاكمة 40.9%. رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أحمد عمر وصف بدوره حرمان الأطفال البحرينيين من الحصول على الجنسية بالعمل المتجرب من الإنسانية، في إشارة إلى أن السلطة خالفت تعهداتها بحق الطفل في الحصول على الجنسية من خلال العهد الدولي. مستشار المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان حنا زيادة شدد في كلمة مصورة على حق البحرينيين في التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي. هذا وتناول عضو اتحاد المحامين العرب إبراهيم عواضة ملف استمرار اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان، حيث أشار إلى أن احتجاز سماحته يأتي بصورة تعسفية منذ اعتقاله وحتى إصدار الحكم الابتدائي بسبب مواقفه السياسية، كما أن الأدلة التي تم استخدامها لاتهامه عبارة عن مجموعة خطب وتصريحات تم تأويلها وتحريف بعضها لمعاقبته على نشاطه السياسي. إذن مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار سياسية لهذا المساء. ننتقل وإياكم لعالم الرياضة مع الكابتن عماد. أهلا عماد. أهلا يا زهر. مرحبا بك يا عماد. أهلا يا علاء. شكرا.